عليكم ورحمة الله وبركاته على صفحة تثقف وقناة تثقف في دقائق على اليوتيوب. بنحييكم وكل عام وحضراتكم بخير. بما اننا في شهر رمضان وبنتعامل في شهر رمضان وبنقول ربنا يتقبل مننا الصيام والقيام وكل عام وحضراتكم بخير. كل يوم في رمضان بنسأل اسئلة وبيجاوبنا عليها الناس وبيكون في هدية مقدمة من شركة فريدة للملابس. وبنقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نتشرف باسم حضرتك. سامح جماعة. اهلا وسهلا بك يا سامح. بنحييك وكل عام وحضرتك بخير. وانتم بخير يا رب. الله يكرمك يا رب العالمين. بما اننا في شهر رمضان وربنا حرم جريمة على وجه الارض وهي الا وهي جريمة القتل. اول جريمة قتل وقعت في الاسلام ايه؟ قبلوها بيه. جميل. بما ان الاستاذ سامح جاوبنا على سؤال ان ده جريمه من ابشع الجرائم وربنا حرمها وقال اذا كسر الهرج زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كسر الهرج فانتظر الساعه. انتظر الساعه فعلا. ربنا يخليك يا استاذ سامح. فطبعا احنا بنحييك وديت هديه مقدمه من شركه فريده للملابس وبنقول لك الف مليون مبروك. مبروك. الف ماشي. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين وربنا يوفقكم يا رب. ربنا ان شاء الله. وحاجه جميله جدا بصراحه يعني. ربنا يوفقكم يا رب. ربنا يخليك يا استاذ سامح وكل عام وحضراتكم بخير. كنت معاكم محمد عطيه مشالي. السلام عليكم ورحمه الله ورحمة الله وبركاته مع قناة تثقف في دقائق على اليوتيوب. بنحييكم وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وبما أننا في شهر الرحمات وفي شهر رمضان الكريم هنبدأ معاكم وهنبدأ نسأل أسئلة في بتخص شهر رمضان وهيجاوبنا عليها. بس هنبدأ نتعرف الأول ونقول سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بحضرتك. محمد عبد الحليم محل فوكس. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد وكل عام وحضرتك بخير. وانتم بخير يا رب وصحه وسعاده ودوم على الايام بخير يا رب. الله يبارك فيك. طبعا بما اننا في شهر رمضان اللي ربنا انزل فيه القران وبنحتفل به وبتحتفل به الامه الاسلاميه والعربيه ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل مصر واحه للامن والامان وسائر بلاد المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. هنيجي وهنسال الاستاذ محمد سؤال بيخص رمضان وهنقول له رمضان فيها كم حرب؟ شهر رمضان يعني. ايوه ايوه. رمضان كلمة فيها 5 حروف. طيب جميل. والاستاذ محمد كسب معانا النهاردة في على بيج او على صفحة تثقف في دقائق وبنقول له الف مبروك. ده مقدم من شركة فريدة وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة ورب فاعلين خير دايما يا رب ويعود عليكم الايام بخير. ربنا يبارك فيك. عليك ورب وعلى الامة الاسلامية اجمعين. اللهم امين. وكنت معاكم محمد عطية مشاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم على قناة تثقف في دقائق على اليوتيوب. بنحييكم. وما اننا في شهر رمضان هنقدم كل يوم جايزة في رمضان مقدمة من شركة فريدة للملابس وبنحييكم وبنقول كل عام وحضراتكم بخير. وهنيجي وهنسأل هنقول سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف بحضرتك. ياسين محسن. اهلا وسهلا بك يا استاذ ياسين. اهلا بحضرتك. كل عام وانت طيب واسرتك بخير. وانت طيب وبخير وبصحة وسعادة يا رب. الله يخليك. بما اننا في شهر رمضان اللي ربنا انزل فيه القرآن وقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وكان فتح مكة في 8 في العام الهجري 8 في العام الهجري الثامن في شهر رمضان المبارك. وهنسأل وهسألك سؤال وهقول لك اللي صف جيوش المسلمين في فتح مكة مين هو؟ سيدنا خالد بن الوليد. ايوه جميل. يبقى هنا الاستاذ ياسين جاوبنا واجابته طلعت صحيحه فهنقول له الف مبروك وهنقدم لك هديه مقدمه من شركه فريده للبس المحجبات بالمانيا. وكل عام وانت بخير وبصحه وسلام. وانت بصحه وسلامه وربنا يجعل رمضان مبارك علينا جميعا ان شاء الله. ربنا يخليك وكل عام وانت بخير والف مليون مبروك حبيبي يا دكتور محمد. ربنا يخليك يا حبيبي. كنت معاكم محمد عطيه مشالي وبنحييكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحييكم على صفحه التصرف الخاص مع الخاص بهذه الصفحه. كلنا في شهر رمضان الكريم المعظم بنحتفل طبعا كلنا في شهر رمضان وطبعا
للملابس المحجبه.